وما زالت تحديثات اليوتيوب في 2023 مستمرة معانا، وفي الفيديو ده هنتعرف على تحديثين جداد مهمين، تحديث متعلق بإرشادات المنتدى وتحديث متعلق بالفيديوهات القصيرة. يلا سريعا نبتدي مع بعض ونشوف ايه هي التحديثات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون الكل بخير ان شاء الله. يلا سريعا نبتدي مع بعض وهنتكلم عن اول تحديث وهو المتعلق بإرشادات المنتدى. حاليا لما حضرتك بتفتح القناة وتخش على استوديو اليوتيوب بتلاقي في لوحة البيانات بتلاقي في آخر الأخبار ظهر لك الرسالة أو الإشعار المتعلق بإرشادات المنتدى، بيقول لك فيه معلومات بشأن التحذيرات المتعلقة بإرشادات المنتدى، وسيكون متاح لك كصانع محتوى قريبا إكمال دورة تدريبية حول السياسات لإزالة التحذيرات الجديدة والحالية بعد 90 يوم والاطلاع على السياسات. طيب ملخص الكلام ده ايه سريعا؟ دلوقتي القناة اللي انا بكلم حضرتك منها حاليا اللي هي قناتي التانية عليها بالفعل تحذير، وانا كنت اتكلمت في فيديو سابق او في لايف مش فاكر عن التحذير ده جالي بسبب ايه. كان بسبب فيديو قصير كنت رفعته، وكان فيديو ترفيهي مفهوش اي حاجة خالص، بس انا اتفاجئت ان بعد رفع الفيديو اليوتيوب بعت لي اشعار ان الفيديو ده مخالف لارشادات المنتدى وده يعتبر انذار. بس لما بيكون ده اول انذار على القناة بيقول لك خلاص احنا بنعتبره تحذير. كان الاجراء اللي قصادي ايه؟ اللي انا اعمل اعتراض، الاعتراض بيتقبل خلاص التحذير بيتشال. طيب الاعتراض ما تقبلش، وفعلا لما عملت اعتراض ما تقبلش، كان اللي بيحصل التحذير دوت بيفضل موجود كده على القناة على طول ما بيتشالش. لكن بعد بقى التحديث الجديد اللي هيتم تطبيقه لا، ممكن التحذير ده هيتشال. هيتشال ازاي؟ اليوتيوب بيقول لك هنعمل لك دورة تدريبية هيبقى فيها بعض بقى الفعاليات او الفيديوهات المتعلقة بشرح السياسات وايه هو المحتوى المخالف اللي ممكن بسببه يجي لك انذار والكلام ده كله. بعد ما بتكمل الدورة دي معاهم اللي بيحصل التحذير ده بعد 90 يوم بيتشال. يبقى هو ده كده تلخيص الرسالة اللي حضرتك شايفها دلوقتي. وهحضر الدورة التدريبية دي ازاي؟ اول ما هيتم تطبيق الكلام ده فعليا خلاص هتلاقي رابط بيظهر لك برضو وبيجي لك بيه اشعار وبيظهر لك في استوديو اليوتيوب، بمجرد ما هتضغط عليه هتبتدي تدخل في الدورة التدريبية دي. طب لو انا دخلت في الدورة التدريبية واثناء ما انا بحضرها وعملت مخالفة جديدة بفيديو مثلا كان مخالف لارشادات المنتدى، هيبقى كده جالك انذار خلاص رسمي وهيبقى انذار موجود عندك على القناة. يعني ملوش علاقة ان انت في الدورة التدريبية يبقى انت كده محصن من الانذارات، لا. فالناس تاخد بالها قوي من موضوع الانذارات او مخالفة ارشادات المنتدى. وطبعا الناس خلاص بقت يعني على دراية بالموضوع ده. وادي الرابط الخاص بارشادات المنتدى هبقى سايبه لكم في التعليق المثبت، اللي انت تعرف ايه المحتوى الغير مرغوب فيه والممارسات المخادعة، المحتوى الحساس، اي حاجة فيها عنف، الكلام ده كله ده ممكن يتسبب ان هو يجيلك انذار بمخالفة ارشادات المنتدى. وطبعا لو جالك انذار الانذار ده ما بيسقطش الا بعد 90 يوم. طيب نرجع بقى ونروح للتحديث الثاني المتعلق بالفيديوهات القصيرة. هنا بيوضح لك في صفحة المساعدة ان في ميزة متقدمة جديدة على اليوتيوب اعتبارا من 17 اغسطس 2023 يمكنك تعديل الفيديوهات القصيرة الخاصة بك لاضافة رابط يؤدي الى فيديو اخر على قناتك، وسيظهر هذا الرابط في مشغل فيديوهات القصيرة، وسيعيد توجيه المشاهدين من فيديوهات الشورتس الخاصة بك إلى محتوى آخر في قناتك على اليوتيوب، ويمكنك إضافة روابط تؤدي إلى فيديوهات طويلة أو فيديوهات قصيرة أو فيديوهات بس مباشر، لكن عليك استخدام الفيديو علني أو غير مدرج، وطبعا لازم ما يكونش مخالف لإرشادات المنتدى. طبعا احنا كنا عارفين ان اليوتيوب من فترة كان منع تضمين الروابط في التعليقات في الفيديوهات القصيرة او في الوصف، فهنا هو بقى عمل البديل ده الخاص بإضافة روابط متعلقة بفيديوهات موجودة في قناتك. يعني معنى كده الرابط دوت مش هيخرج الناس من اليوتيوب زي ما كان بيحصل في الاول. بقى الناس اللي كانت بتحط روابط لممكن
لمواقع او الناس اللي كانت بتعمل تسوق بالعمولة والحاجات دي كلها، فعشان كده هو منع الحكاية دي. استبدلها بقى ان انت تقدر تحط رابط هيحول الناس على فيديوهات موجودة في قناتك، سواء فيديوهات طويلة او فيديوهات قصيرة. يعني لو رحت على القناة دلوقتي ورحنا مثلا على اي فيديو قصير وليكن مثلا الفيديو دوت، هتلاقي بقى وانت بترفع الفيديو او بعد ما رفعته هتلاقي من ضمن العناصر اللي موجودة زي شاشات النهاية والبطاقات والترجمة والحاجات دي، هيظهر معاك خيار جديد وهو توجيه الى فيديو ذو صلة. يعني هتقدر تحط رابط، الرابط ده بقى سواء لفيديو قصير تاني او فيديو طويل موجود على القناة، من خلاله الناس لما هتضغط عليه هتتحول على الفيديو ده. انا شايف برضو ان الموضوع ده ميزة جميلة. يعني مثلا من خلالها ممكن لو حضرتك قناة طبخ عملت الوصفة بتاعتك كفيديو طويل، ممكن تقوم عاملة فيديو قصير كده مدته 10-15 ثانية بشكل الوصفة النهائي. وعلى سبيل المثال مثلا لو عاملة بيتزا بيبقى الشكل النهائي ظاهر للناس في الفيديو، بتقول كلمتين، البيتزا الجميلة اللي انتوا شايفينها دي عملناها بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت. لو عايزين تعرفوا ازاي الوصفة اتعملت بالمنظر ده هتلاقوا الرابط اللي ظاهر معاك وده، اضغطوا عليه هتشوفوا الفيديو الكامل للوصفة. وهكذا بقى كل واحد على حسب المحتوى بتاعه، او عامة فيديو قصير هترفعه تقدر بقى تضيف رابط فيديو طويل عندك او فيديو قصير وتزود المشاهدات عليه. طب انت لو دخلت على القناة عندك وما لقيتش لسه زي مثلا في القناة دي الخيار الخاص بإضافة برابط فيديو ذي صلة ما ظهرش معاك، عادي ممكن يوم او اتنين وهتلاقيه ظهر، لان هو قالك سيتم تطبيق الامر ده تدريج. وبعتذر عن التطويل، بس يا رب يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم، وبالتوفيق للجميع. وكالعادة في الختام بصلي على سيد الانام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.